مشاهدينا أهلا بكم. والنشرة الجوية: يسود طقس دافع على وجه البحر والقاهرة، مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة شمالا وحارة جنوبا نهارا، بارد ليلا وفي الصباح الباكر. شبورة صباحا على وجه البحر والقاهرة، متنقمة شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على القاهرة وشمال الصعيد. البحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. أما عن التوقعات ال3 أيام القادمة، نبدأها من القاهرة: الأحد 15-23، الاثنين 15-25، الثلاثاء 17-28. أما عن شرم الشيخ، الأحد 17-27، الاثنين 17-27 أيضا، الثلاثاء 18-30، وأخيرا مع الأقصر الأحد 16-34، الاثنين 16-35، الثلاثاء 16-35. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 15-23، الإسكندرية 12-20، دمياط 14-20، بورسعيد 14-20، العريش 10-20، رفح 9-20، الإسماعيلية 13-23، السويس 12-23، مطروح 12-20، وزن مطرون 14-23، المنصورة 13-22، طنطا 14-23، دمنهور 14-22، سانت كاترين 24، الغردقة 15-26، شرم الشيخ 17-27، الفيوم 11-26، المنيا 10-27، أسيوط 11-29، سوهاج 13-31، قنا 15-32، الأقصر 16-34، الوادي الجديد 12-33، أسوان 16-36، حلايب 19-29، شلاتين 19-28، أبرميد 18-30، رأس حضربة 18-30.